أهلا بيكم يا برج الميزان، كل سنة وانتم طيبين. مقدما عيد ميلادكم هيكون آخر الشهر، اكتبولي انتم من ميزان شهر 9 ولا ميزان شهر 10. أنا شخصيا ميزان شهر 9، فأكيد هقرأ لنفسي معاكم. كل سنة واحنا كلنا كميزانيين طيبين، اكتبولي في التعليقات عيد ميلادكم يوم كام. هنعمل مع بعض الطاقة العاطفية بشكل عام. الطاقة دي بتبتدي من 15 سبتمبر، منتصف سبتمبر وحتى نهاية الشهر. هنشوف الطاقة العاطفية ما بينك وما بين الشريك بشكل عام، والدنيا ما بينكم رايحة لفين، وإيه نصايح الملائكة للعلاقة. فأتمنى أن القراءة تفيدكم إن شاء الله. فخلينا نبتدي مع بعض القراءة ونشوف. زي ما انتم عارفين القراءة دي تنفع لبرج الميزان، شمسي قمري صاعد وكمان فينوس الزهرة. فاللي منكم فينوس قمري او صاعد ميزان برضو القراءة دي تنفع لي. فخلينا نبتدي مع بعض القراءة ونشوف خير بإذن الله. في بدايات جديدة يا برج الميزان، متعارك انت والشريك، متخانقين مع بعض، او غالبا في ما بينكم مشكلة كبيرة، اختلاف في وجهات النظر او اختلاف في الاراء. انتوا ما اتفقتوش يعني بشكل او باخر، ما كانش في اتفاق ما بينكم، يمكن في مشادة حصلت ما بينكم او زعلة او ايا كان. المهم انه في تنشنة ما بينكم، بس على الرغم من كل التنشنة والخلاف ده، انتوا الاتنين بتحبوا بعض قوي، يعني بتحبوا بعض حب غير مشروط. بحس انه في ممكن تكون توأم شعلة على فكرة لكتير منكم، او علاقة حياة سابقة، لانه خد بالك طالع هنا كروت ميجور اركانا، وكلها كروت تقول ان انتوا فعلا ممكن تكونوا توأم شعلة او توأم روح، فهي غالبا علاقة من حياة سابقة، وانتوا الاتنين بتحبوا بعض قوي. ممكن تكون توأم روح كارمي او كده، يعني بنسبة كبيرة، لان انتوا الاتنين بتحبوا بعض قوي. فعلى قد ما في ما بينكم خلافات، لكن في ما بينكم محبة اكبر من الخلافات دي. هو كمان على فكرة بيحبك قوي وشايفك ان انت توأم روحه. الشعور اللي جاي لي يا برج الميزان انه ممكن مثلا تكون انت كنت مدرك في بداية العلاقة ان الشخص ده توأم روحك، والموضوع مشي بقى كقط وفار او كهارب ومطارد، وعلشان كده انت حصلت لك الصحوة، ويمكن خدت الجنب من الشخص ده لانه مش عايز يتفاهم معاك ومش مساعدك ان انتوا تاخدوا خطوات في العلاقة دي. فغالبا بقى انت يعني زي ما بنقول دي استراحة محارب، انه انت اخدت بقى جنب وقلت خلاص انا مش هبطل احارب من اجل الشخص ما بيحاربش علشاني. فغالبا قعدت انت على جنب تتفرج عليه من بعيد، يعني بنسبة كبيرة ده اللي انت عملته. وفي خلال الفترة دي الشخص ده حصلت له الصحوة، شايف فضل يراقبك ولحد ما حصلت له الصحوة ووعيه علي وأدرك أنه اللي كان بيعمله في الماضي ده كلام فاضي وشغل عيال يعني، وعايز يصلحك. لبعضكم كمان ممكن يكون الشخص ده بالفعل راح لمختص علشان يتعالج من ألم هو تعرض له بسبب بعدك عنه. فأنا شايف أنه بيحبك قوي وبيفكر في لقائك، وعايز انه يكون في ريونيون ما بينكم مرة تانية، او تجتمعوا زي الحلقة كده، حلقة توأم الشعلة مرة تانية. فانتوا الاتنين والله عايزين فرصة تانية، بس هو عايز فرصة وخلاص بأي شكل من الاشكال ان انتوا ترجعوا لبعض وتكونوا مع بعض. لكن انت بالنسبة لك علشان الرجعة دي تكون، انت عندك شروط يعني، فانت بتراقبه بس من بعيد كده وخلاص يعني. فخلينا نشوف
الدنيا ما بينكم رايحة لفين؟ خير إن شاء الله. بصي يا برج الميزان، هو الشخص ده شايفك انه انت انهيت العلاقة من طرفك، وانه انت مش عايزه، وان انت جبت اخرك منه. يعني هو عارف ان انت استحملته كتير لحد ما جبت اخرك منه. هو بينه وبين نفسه معترف بحاجة زي دي، بس هو مش عايز يعترف بده قصادك يعني. بس هو عارف انه ضايقك كتير وقرفك كتير وزعلك كتير يعني، على الاقل بينه وبين نفسه. فانا شايف انه بيحبك قوي وعنده انجذاب قوي تجاهك، خصوصا انجذاب جسدي، ومنجذب جدا لشكلك. انت شخص سكسي وجذاب جدا بالنسبه له، فهو منجذب لك بشكل كبير، بيفكر فيك جامد قوي. بس نوعا ما هو ما ده حاجه جواه، هو ما بيعترف لكش. هو ناوي انه يعترف لك في المستقبل القريب، او في خلال الفترة اللي جاية، يمكن حتى في عيد ميلادك يحاول يقرب لك. لكن هو بيخفي المشاعر دي وبيخفي الانجذاب ده جواه، وده بسبب انه هو شايف انه انت انهيت العلاقة من طرفك، وان ممكن تكون انت مش عايزه او ما بتفكرش فيه. ممكن كمان يكون شايف ان انت مشغول مع حد تاني، او ممكن تكون دخلت في علاقة جديدة ومش فاضيله. لبعضكم برضو ممكن يكون اتهمك بالخيانة. بشوف ان الشخص ده ان ما كانش في علاقة تانية او متجوز، فهو في اشخاص كتير حواليه. هو غالبا برضو شخص جذاب وسكسي وكل حاجة يعني، انتوا الاتنين متكافئين في النقطة دي. هو كمان ممكن يكون شخص مهتم بنفسه قوي، شخص جميل، وعلشان كده حواليه اشخاص كتار بيحاولوا يقربوا منه. ممكن برضو يكون هو شخص في منصب او شخص مشهور، وعلشان كده هو له معجبين كتار، وناس كتير بتحاول ان هي تقرب منه يعني. فما ننكرش ان الشخص ده ممكن برضو يكون في علاقة تانية، او انه في ناس حواليه. بس على كل حال هو عايز ياخد الفرصة معاك، وعايزك انت، وستيل لسه مهتم بيك يعني. خليني طيب اشوف ايه المتوقع انه يحصل لقدام. خلينا نشوف. هيجيلك وعايز يجيلك وعايز يتكلم معاك. يمكن في السابق انت كان ليك عتب، بتحب تتكلم مع الشخص ده او تتعاتبه، هو ما كانش بيحب ده. فدلوقتي هيقولك لا يا سيدي، انا موافق وتعالى نتعاتب وانا غلطان. فهيجي وهيتكلم معاك يعني. ولو انت حتى ما اديتلوش الفرصة لكده او طنشته، هو مستعد انه يصبر عليك لحد ما تحس ان انت مستعد وتاخدوا الخطوة سوا يعني. فبصراحة انت شكلك بتعند معاه، او بتعامله بنفس اسلوبه اللي هو كان بيعاملك بيه زمان. فلو كنت انت مثلا رديت له اساليبه مرة او اتنين، فبيقولك خلاص، انت لو كنت عايز تعاقب الشخص ده فاعتبر نفسك ان انت عاقبته، ما تعاقبوش اكتر من مرة يعني. فبلاش من العند، انت بتحبه. هو اخطأ في حقك مثلا، او ما كانش بيهتم بيك، بس هو خلاص بقى عارف غلطه واعتذر مثلا بدل مرة اتنين، ومستعد انه يصبر عليك تاني يعني. فبلاش عند، بيقولك هنا بلاش عند يعني، الكارت ده بيقولك كده، خصوصا ان انت كمان يعني مشتاق له وعايز فرصة تانية. ف يعني ليه بقى؟ خلاص هو هيجيلك اهو وهتتقابلوا يعني، هو عايز يقابلك اصلا فيس تو فيس كمان، وتتعاتبوا زي ما انت عايز، هو ما عندوش مشكلة يعني. خليني برضو اشوف ملائكة الحب هيقولوا لكم ايه. خلينا نشوف.
هانيمون. هو عايز يصالحك وإن شاء الله تقضوا وقت لطيف مبارك سوا، فإن شاء الله تقضوا وقت لطيف حلو. الشخص ده عايز يصالحك، شوف ريكونسيليشن، في شخص من الماضي هيرجع لحياتك العاطفية. فمبروك مقدما يا برج الميزان. يعني خليني طيب أخد لكم رسالة منه ونشوف هو عايز يقول لكم ايه. بيقول لكم ان انا بفكر فيكم طول الوقت، مش عارف انساكم، بحلم بيكم، يمكن بكون نايم وتلاقوني صحيت من النوم فجأة بفكر فيكم ومش عارف ان انا انساكم يعني. فبيقول لكم انا بجد بتعذب في بعدكم ومش هقدر ان انا ابعد كتير يعني، واتمنى ان احنا نتقابل قريب. طيب خليني اشوف اللي منكم عايز شخص جديد ومش عايز حد من الماضي. هل في فرصة ان شخص جديد يدخل على حياتكم، خصوصا للعزاب يعني اللي بتفرجوا علينا؟ والله انا شايف ان في معجب سري، في شخص مهتم بيك وبيراقبك لسه ما اعترفش. ممكن يكون الشخص ده من برج الميزان زيك، الشخص ده بيراقبك من فترة وهيقرب لك قريب يعني. ممكن كمان يكون برج حوت او قوس، فالشخص ده هيدخل على حياتكم ان شاء الله، والشخص ده مهتم بيكم من زمان قوي يعني. طيب خلينا ناخد كارت من الانجل انسرز، نشوف هما كمان هينصحوكم بايه. Perfect timing، هو ده الوقت المناسب. و helpful people، في ناس كمان هتساعدكم. خلينا ناخد كارت من هنا. بيقول لك ان في طاقة من الحب جاية لك من الكون بتدعمك ومحيطة بيك. وينتر، في أمنية أنت بتتمناها وبتصلي وبتدعي من ربنا عشانها، محتاج أنك تصلي أكتر وتدعي أكتر وتستخدم التوكيدات. أمنيتك دي يمكن تبتدي يعني أنت شغال عليها أوريدي من دلوقتي وبتخطو خطوات فيها، وهتتحقق تدريجيا لحد ما تتحقق بشكل كامل خلال شهور الشتاء. فانت عندك امنية، ممكن تكون امنيتك ان انت تسافر او تخس مثلا، او ايا كان بقى، تشتري بيت، ايا كانت الامنية بتاعتك هي هتتحقق ان شاء الله. يمكن تجيلك يعني بشاير من دلوقتي، لكن البشارة التامة او التحقق الكامل هيكون ان شاء الله في خلال شهور الشتاء الجاي. ممكن برضو لبعضكم تكون بتفكر في خلفة أو حاجة، فبرضو إن شاء الله يعني ده يكون خلال شهور الشتاء اللي جاي. في القراءة هنا برج الثور، برج الدلو، الجوزاء أكتر من مرة، الأسد والقوس، الميزان، السرطان، والطاقات كلها موجودة. فده كان بالنسبة لكم يا برج الميزان. ياريت لو عجبتكم القراءة ما تبخلوش علينا بلايك، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم، اكتبوا لنا تعليق جميل أو أكتر لأن ده بيفيد القناة بشكل كبير. بشكركم طبعا كلكم على حسن المشاهدة، وبتمنى لكم السعادة والحظ الموفق. مع السلامة.